كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ وأهلا وسهلا فيكم شباب. انضموا لنا لقناة التليجرام، عنا خبراء متخصصين لدراسة العملة ووضع الصفقات عليها. شباب، بالنسبة للمنصة اللي حكينا عنها سابقا، عمالة بتعطي 10 دولار، لكن صديقي ال10 دولار انت ما فينك بتسحبها، بتسحب ارباحها. هالمنصة هي فيها مميزة رهيبة، المنصة هاي فيها نظام النسخ. يعني شو معناتها صديقي نظام النسخ؟ صديقي يعني إذا أنت كنت مشغول أو كنت مشغول، فينك تقرن حسابك بحسابي وتقرن حسابك بأي حساب شخص خبير بالتداول، حتى هو يقدر يفتح الصفقة ويسكرها ويحط لها استبلوز. لكن صديقي هو ما معه أي صلاحية لحتى يسحب من حسابك، هو ما معه، بس معه صلاحية ليفتح الصفقة ويحط لها ستوب لوز. صديقي انضموا لنا لقناة التليجرام، رابط المنصة بأسفل الفيديو.